خرطوش. لا انا مش قادر. انا صورتك كده. صور يا استاذ. صورتك ومسجل. معلش قول لي عينك بس ايه ده زلطه طوله. اللي حصل ان احنا كنا واقفين في الوقفه، كنا رايحين متجهين مع طريق وزارة الدفاع مسيرة سلمية، وعندنا نقول لأهالي العباسية مسيرة سلمية. اللي حصل دول بلطجية، مش أهالي العباسية، دول بلطجية جم وإحنا واقفين ابتدوا الشباك معانا. في منهم كان ورا الجيش والجيش بعدهم، وإنما الشرطة كان وراها ناس بتهدف علينا طول، فبدأوا الشباك. بعد كده واحنا واقفين هم يضربوا علينا، حاولنا نقول لهم سلميه، نحاول نعمل صلح، نعرفهم ان احنا مش جايين نخرب، نعرفهم اي حاجه. هم كانوا مصرين ان هم يضربوا فينا برضه. حاولنا نقول لهم افتحوا الطريق، طب احنا ممكن نمشي نثبت لكم يعني ان هو احنا جايين في مسيره سلميه، ما فيش اي عدوان او حاجه. هم كانوا مصرين ان هم يضربوا فينا، فانا واقف كنا بنتكلم معاهم، فجاه لقيت حاجه جت في عيني، طوبه كبيره كده، فوقعت والناس شالتني، رحت المستشفى كشفوا عليا وكده، فالحمد لله سليم. بس لسه عايز اتعالج بقى والف سلامه، واسيبك انا عشان تروح تشوف مستشفى خاصه عليك. ما اروح بقى اشوف مستشفى احمد ماهر هنا. الف سلامه.